بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ الدكتور صبحي عويس، أستاذ بكلية طب الأزهر الشريف. نورما بيزاليز إكسترنا. الفيديو ده مخصص لنورما بيزاليز إكسترنا. زي ما احنا شايفين كده، the inferior view of the skull is called نورما بيزاليز إكسترنا. وكلام ببساطة خالص، الفورميشنز بتاعت النورما بيزاليز اكسترنا بتتكون من الماكسيلا بالاتاين بون فيمر سفينويد تيمبرال بون اند اوكسيبيتال بون، 6 عظمات. تعالوا نشاور عليهم ونشوفهم كده. ادي الماكسيلا باللون الاخضر، ادي البلاتاين بون دي سيبرت بون، الفيمور اهي باللون البنفسجي، كمان دي اللي باللون الاصفر السفينويد، بعد كده اللي باللون البنفسجي التانية دي الاوكسيبيتال بون، وادي التيمبرال بون باللون الاحمر. الفورميشن رجعنا له مره ثانيه بعد ما عملنا الديفيجن وبصوره اوضح جدا مني، الانتيور بارت ميدل بارت بوستيور بارت. انا عايز ايه من الانتيور بارت؟ الفورميشن بتاع الانتيور بارت بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 اجزاء مطلوب اعرفهم. اول حاجه الماكسيلا اللي نشوفها باللون الاخضر ده، وبناخد منها الماكسيلاري ارش ده لوحدي، وده في السوكت اوف ذا توث، وبيبقى عباره عن 16 سوكت للتوث هنتكلم عليهم. والجزء اللي هو باللون الاخضر ده اسمه هارت بالت، الانتير تو سيرد اوف ذا هارت بالت، وهو ده عباره عن البلاتاين بون اوف ماكسيلا او بلاتاين بروسيس اوف ماكسيلا. ده بيشكل الانتير تو سيرد اوف ذا هارت بالت، ده اللي بشاور عليه. طيب واللي باللون الاحمر ده اسمه هوريزونتال بليت اوف ذا بلاتاين بون، او بنسميه البلاتاين بون، ودي سيبريت بون. يبقى كده عرفنا الانتير بارت الانفورميشنز بتاعه بيتكون من الفيولر ارش والهارت بالت. والهارت بالت بيتكون من جزئين، الانتير تو سيرد اللي هو البلاتاين بروسيس اوف ماكسيلا، والبوستير وان سيرد ده سيبريت بون بنسميه الهارت بالت. نيجي على المنطقة الوسطى اللي هي الميدل بارت اوف ذا نورما بيزاليس اكسترنا، وديا في الحالة ديا بتتكون من ايه؟ من 4 عظمات. ال4 عظمات دول عبارة عن مين؟ الفيمور عظمة صغيرة هي سيبريت بون، السفينويد على البوست سايد عاملة زي الفراشة اهي باللون الأصفر، كمان بعد منها التيمبرال بون باللون الأحمر، وكمان في الجزء اللي احنا شايفينه ده اسمه أوكسيبيتال بون اللي هو بازلر بارت أوف أوكسيبيتال بون. يبقى 4 عظمات بيعملوا فورميشن لمين؟ للميدل بارت أوف كرينيا أوف ذا نورما بيزاريز إكسترنا. البوستير بارت ده بيتكون من عظمتين اتنين. الجزء اللي بالبنفسجي ده عبارة عن الأوكسيبيتال بون، والأوكسيبيتال بون اسمه كوندايلر بون وسكويمس بارت اوف ذا أوكسيبيتال بون، ده اسمه سكويمس ودي اسمها كوندايلر. طب والجزء ده كمان الأحمر ده اللي باللون الأحمر ده بنسميه ماستويد بارت اوف ذا تيمبورال بون. أدي ده الماستويد بارت اوف ذا تيمبورال بون بنتكلم عليه. والماستويد بارت اوف ذا تيمبورال بون احنا عارفين التيمبورال بون بتشارك بجزء صغير اسمه بيتراس بارت اوف تيمبورال بون، ده موجود فين؟ في النورما بيزاليز في الميدل بارت. الميدل بارت اوف ذا نورما بيزاليز اكسترنا. الميدل بارت الفورميشنز بتاعه بيتكون في السنترال بارت هنا مجموعه عظام، وفي اللاترال بارت هنا على البوست سايد مجموعه عظام ثانيه. طب في السنترال بارت بيكون موجود في ايه؟ موجود عندي في السنترال بارت اول حاجه الفيمور، وبلاقي بعديه على طول الجزء اللي انا بشاور عليه دون عباره عن البازلر بارت اوف اوكسيبيتال بون. طب انت عايز تكلمني عليهم؟ في كلمتين. الفيمور ده عظم هنا في المنتصف في الميدل لاين بتكسب لي نيزل ابروتشر للرايت وليفت نيزل ابروتشرز، خلاص انت هنا منها، ودي دي سيبريت بون. طب امال الجزء الثاني اللي خلفي ده البازلر بارت اوف اوكسيبيتال بون ده عليه تيوبركل، جزء عالي كده من العظم بارز اسمه فارنجيال تيوبركل. والفارنجيال تيوبركل اللي انا بشاور عليه دون ده بيمسك في الفارنجيال الرفي السبير اند اوف ذا فارنجيال الرفي، والفارنجيال الرفي ده ماسك في السبير وميدل وانفير كونستريكتور على البوست سايد رايت اند ليفت. يبقى دون البازلر بارت اوف اوكسيبيتال بون في الفارنجيال تيوبركل اللي ماسك فيه الفارنجيال الرفي. طيب اللاترال بارت الجزء اللاترال ده ايه اللي موجود فيه؟ بموجود فيه ادي عظمه موجوده اللي هي عباره عن سبينويد بون باللون الاصفر، وكمان في مين؟ ادي الجزء الثاني اهو كمان اللي هو الجزء دون اللي هي التيمبورال بون. بس السفينويد هنا بتنقسم لجزئين، جزء اهو قدام مني اسمه تيريجويد بروسيس اوف ذا سفينويد، الجزء اللي بشاور عليه ده اسمه تيريجويد بروسيس اوف ذا سفينويد، والجزء اللاترالي دون بنسميه جريتر وينج اوف سفينويد،
الانفيرو سيرفيس اوف جريتر وينج اوف سفينويد. طيب وادي المنطقه بتاعت التيمبرال بون موجود في العظمه دي اللي هي الفيتروس بارت اوف تيمبرال بون ومعاها الستايلويد بروسيس اللي احنا هنتكلم عليه. طيب هناخد اول حاجه اللي هو الجزء السفينويد بون اللي هو اللاترا دي السفينويد بون، ادي جريتر وينج وادي كمان حاجه اسمها تيريجويد بروسيس اوف ذا سفينويد بون. التيريجويد بروسيس ده لو بصينا فيه اكتر وركزنا هنلقى فيه هنا هو لاترال تيريجويد بليت اللي انا بشاور عليه، وفي تيريجويد فصه، وكمان في ميديال تيريجويد بليت. ناخد واحد واحد. يبقى الفورميشنز بتاعت التيروجويد بروسيس بتتكون من لاترال بليت، ميديال بليت، وكمان في تيروجويد فصه. ناخد اللاترال بليت لوحده كده، ادي اللاترال تيروجويد بليت اهو، ايه اللي طالع فيه؟ ايه اللي ماسك فيه؟ ماسك فيه عضلتين. من اللاترال سيرفيس ماسك فيه لاترال تيروجويد ماسل، ومن الميديال سيرفيس ماسك فيه الميديال تيروجويد ماسل. طب خلصنا من اللاترال تيروجويد بليت، نيجي على طول بعد منه على طول ادي الميديال تيروجويد بليت. والميديال تيروجويد بليت لو خدناه لوحده كده بنبص عليه ونركز بنلقى الميديال تيروجويد بليت فيه خطاف، الجزء الانفير بارت فيه خطاف زي ما احنا شايفين كده اسمه تيروجويد هاميلاس. ولو مشينا مع الميديال تيروجويد بليت بنلقاه في النهايه بيحصل له سيبريشنز ويعمل لي فصه اسمها سكافويد فصه. سكافويد فصه عامله شكل السفينه زي ما احنا شايفين كده، يبقى دي عباره عن شكل السفينه اسمها سكافويد فصه. السكافويد فصه دي طالع منها عضله اسمها تنسور بلاطاي، احفظها تماما ان دي شكل السفينه فيها شايله مين؟ ما لازق فيها مين؟ مين اللي راكب فيها؟ راكب فيها على طول تنسور بلاطاي مصر. طيب والهامولس ده الهوك ده، ناخد الهوك ده لوحده ونطلعه كده ادي اسمه تيريجويد هامولس. ايه اللي ماسك في التيريجويد هامولس؟ زي ما احنا شايفين كده ماسك فيه تيرجو مانديبولار رافي، ادي التيرجو مانديبولار رافي ماسك في التيريجويد هامولس ورايح ماسك في اللينجولا اوف ذا ماندبل من الميديال سيرفيس اوف ذا ماندبل. يبقى مين اللي مين العضلات اللي ماسكه في التيريجويد رافي؟ التيريجويد رافي ماسك فيه بوستيرولي السيفير كونستريكتور ماسل، انتيرولي ماسك فيه الباكسونيتور ماسل. يبقى ديا ادي الميديال تيريجويد بليت اتكلمنا عليه نقطتين، تيريجويد هاملس والسكافويد فصه، وقلنا ايه اللي ماسك فيهم. طيب الانفير سيرفيس اللي احنا شايفينه ده اوف ذا جريتر وينج اوف سفينويد، ادي الانفير سيرفيس ده، ايه اللي يهمني فيه؟ يهمني فيه ان في مجموعه فورامينا. الفورامين الاولاني دون اسمه فورامين اوفال هنتكلم عليه ديتيلز، وكمان ادي فورامين سباينوزم، وكمان في سباين للسبينويد، يبقى دي الحته المكان دي اسمه سباين اوف سبينويد. تعالوا نشوف حاجه اوضح من كده كمان، ادي الصوره اللي بنتكلم عليها، نتكلم عليها بصوره اوضح كمان. ادي هنا اهو ادي اللاترال تيروجويد بليت باللون الاصفر زي ما احنا شايفينه كده، اللاترال تيروجويد بليت اهو ماسك فيه من اللاترال سيرفيس اللاترال تيروجويد ماسل حرف ال L، هو اسمه لاترال تيروجويد بليت حرف ال L. لاترال سيرفيس طالع منه اهو، ادي اللاترال سيرفيس اللي باللون الاحمر جوه اهو الوردي، طالع منه مين؟ لاترال تيروجويد ماسل حرف ال L. يبقى 3 L ماسكين من لاترال سيرفيس ولاترال تيروجويد بليت. طيب الميديال سيرفيس بتاع اللاترال تيروجويد بليت مين اللي ماسك فيه؟ ادي الميديال سيرفيس باللون الفاتح البرتقالي شويه، مين اللي ماسك فيه؟ ميديال تيروجويد ماسل. بس انهي هيد؟ الديب هيد اوف ذا ميديال تيروجويد ماسل. لو خدنا اللاترال تيروجويد بليت واضح خالص اهو، ادي اللاترال سيرفيس طالع منه اللاترال تيروجويد، والميديال سيرفيس طالع منه الميديال تيروجويد ماسل. طب وادي الهامولس اهو اللي هي تيروجويد هامولس طالع منه الرافي زي ما احنا شايفين رايح ماسك في اللينجولا اوف ذا ماندبل، وانتيور بيكون طالع منه الباكسينيتور ماسل، وبوستيور بيكون طالع منه السيفير كونستريكتور ماسل. الصوره واضحه خالص جدا، وده مكان بتاع عملي. الاسئله العملي بتيجي فيه كتير، وكمان الاسئله الاورال كويتشنز بتيجي فيه كتير، وكمان ام اس كيو بيجي فيه كتير. بعد كده الفورامينا، الفورامينا الموجوده زي ما قلنا في فورامينا موجوده في الجريتر وينج اوف سفينويد، ادي الجريتر وينج اوف سفينويد الحته اللاترال دي اسمها جريتر وينج اوف سفينويد بنشاور عليها اهي، ادي اللاترال اسبكت اهو من نورما بيزاليز اكسترنا بالميدل بارت، ادي فورامينا اهو اسمه فورامين اوفال لو خدناه لوحده، وبعد منه فورامين سباينوزم، وكمان ده في فورامين ثاني اسمه فورامين لاسرم هنتكلم عليه. طيب اول حاجه فورامين اوفال، ادي فورامين اوفال اللي احنا شايفينه قدام مننا اهو. طيب الفورامين اوفال دول ايه الاستراكشرز اللي بيهمني؟ الاستراكشرز اللي بتعدي من فورامين اوفال ايه هو؟ هناخد فورامين اوفال اهو من على الصوره ونكبر فورامين اوفال اهو اوفال شيبت، واوفال شيبت شكل الخمسه رقم خمسه بالعربي، يبقى ايه شكله؟ خمسه،
يبقى اذا بيعدي فيه خمسه ستراكشرز موجودين بيعدوا منه اهم. الخمسه ستراكشرز اللي بيعدوا منه مجموعين في كلمه مامل، ام ال ايه ام اي مامالز. نيجي اول واحد وهو ده اهم واحد فيهم، رقم واحد المانديبولار نيرف، اهو بعدي منه المانديبولار نيرف مهم جدا اللي بيغذينا الماسل اوف ماستيكيشن، بيدي لها موتور وكمان بيدينا سنسوري ديفيجن، ده مهم جدا بعدي من فورام اوفال. بعد منه على طول فيه نيرف تاني بعدي بعد منه اسمه ليسر سوبرفيشال بيتروسال نيرف. ليسر سوبرفيشال بيتروسال نيرف ده نتكلم عليه في الانرفيشنز بتاع مين؟ الباروتيد جلاند. رقم ثلاثة اكسسوري مينينجيال ارتري اللي هنشوفينه باللون الاحمر ده. كمان بعد كده على طول في ميدل مينينجيال فين، ادي الميدل مينينجيال فين، وكمان في ايميشري فين. الخمسه استراكشرز دول مجموعين في كلمه مامل، ودول احنا عرفناهم واتكلمنا عليهم مهمين جدا. الاستراكشرز اللي بتعدي من فورامين اوفال لازم احفظها كويس لانها بتيجي عملي كتير وام اس كيو. بعد منه فورامين سباينوزم اللي احنا شايفينه ده، ادي فورامين سباينوزم خدناه بالريد لاين اهو. تعالوا نشوف ايه اللي بيعدي من فورامين سباينوزم. نيرفس سباينوزم، والنيرفس سباينوزم ده برانش طالع من من المانديبولار نيرف بيخش عشان يغذي لنا المننجيس الموجوده في الكرينيال كافيتي من الميدل بارت. كمان فيه ميدل مننجيال ارتو، ده اهم استراكشرز بيعدي من فورامين سباينوزم. ميدل مننجيال ارتري اللي بيغذيني بيدي لي بلاد سبلاي للمننجيس في منطقه الميدل بارت اوف ذا سكال. ايميشري فين كمان. طب السباين اوف سبينويد، ادي الحته اللي انا بشاور عليها دي اسمها سباين اوف سبينويد، ايه اللي بيطلع منها؟ اسفينو مانديبولار ليجامنت، ودي اللي بتطلع منه وتروح تمسك في الانجل اوف ذا ماندول، دي اسمها اسفينو مانديبولار ليجامنت. من ضمن الاستراكشرز الموجوده في النور ما بيزالز اكسترنال في الميدل لاين، الفصه اللي احنا شايفينها دي اسمها مانديبولار فصه، ودي في غايه الاهميه ولها فيديو خاص بيها كاملا اللي هو التيمبرو مانديبولار جوين. يبقى المانديبولار فصه دي يعني بتعمل ارتكيوليشنز بين مين؟ بين التيمبورال بون في الميدل بارت اوف ذا نورما بزالز اكسترنا مع مين؟ مع الهيد او ذا مادول، وتعمل لي تيمبورو مانديبولار جوينت. دي صوره جميله جدا. يبقى الفصه دي يعني بتعمل ارتكيوليشنز للايه؟ للتي ام جي التيمبورو مانديبولار جوينت، ودي هنتكلم عليها في فيديو خاص بيها كاملا. بعد كده في فورامين موجود اهو، ده في الليفنج بودي بيبقى مقفول بكارتلج اسمه فورامين لاسرم، وفي السكال بيبقى فورامين عباره عن جاب بتوين ذا بون اوف ذا نورما بيزاليس اكسترنا بنسميه فورامين لاسرم. الاستراكشرز اللي بتعدي في الفورامين لاسرم ايه؟ طبعا بيبقى مقفول بكارتلج ما فيش حاجه بتعدي منه، لكن بعض الاسئله الشفويه ايه الاستراكشرز اللي بتمر في الروف اوف ذا فورامين لاسرم؟ الفورامين مقفول من هنا لكن الروف بتاعه من فوق، ايه اللي بيعدي منه؟ في السيفير اسبكت منه عباره بيعدي منه مين اللي بيعدي منه؟ ادي الانترنال كاروتيد ارتري او واضح خالص بيعدي منه. كمان بيمر منه بردك نفس الكلام نيرف تيتروجويد كانال، وده من الحاجات المهمه. ايميشري فين بيعدي منه نفس الكلام. طيب بعد كده الميدل بارت اوف ذا نورما بيزالز اكسترنا موجود في التيمبورال بون بتشارك فيه، والتيمبورال بون بتشارك بالمانديبولار فوسه اتكلمنا عليها، وبتشارك كمان بالبترس بارت اوف تيمبورال بون اللي انا بشاور عليها دي، والستايلويد بروسيس والماستويد بروسيس، بس الماستويد بروسيس مع البوستير بارت اوف ذا نورما بيزالز اكسترنا. طيب يبقى انا عندي في ثلاثه ستراكشرز من التيمبورال بون بيشاركوا، ادي البترس بارت اوف تيمبرال بون الانفيرو سيرفيس، كمان الستايلويد بروسيس وده خدناه في النورمال لاتراليس، وادي المانديبولار فوسا لسه جايلينه دلوقتي. طب ادي البترس بارت الانفيرو سيرفيس، ده ايه اللي يهمني فيه؟ البترس بارت دي من الداخل بتاعها موجود فيها التمباني كافيتي يعني الميدل اير جواها، غير كده فيها الكاروتيد كانال من الانفيرو سيرفيس، والاستراكشر اللي بتعدي في الكاروتيد كانال هنذكرها دلوقتي، انترن كاروتيد ارتري والكاروتيد سمباثيك بلكسس. كمان في الاكسترنال اوديتر الاكسترنال اوديتري مايتس اللي احنا شايفينها فتحه الاذن الخارجيه، اهي موجوده برضك في اللاترال اسبكت اوف ذا بيترس بارت اوف تيمبرال بون. الكاروتيد كانال بتعمل ترانسميشن لمين؟ الكاروتيد كانال اهي واضحه خالص، ايه اللي بيعدي منها؟ الانتر كاروتيد ارتري والكاروتيد سمباثيك بلكسس. طيب الستايرويد بروسيس، الستايرويد بروسيس اللي احنا شايفينه ده بيمسك فيه اتنين ليجامنت وثلاثه ماسلز، ودول ذكرناهم ان ديتيلز في النورما
لاترالس، في النورما لاترالس. طيب الستايلو ماستويد فورامين، ادي الستايلو ماستويد فورامين، ادي الستايلود بروسيس، وادي الماستويد والماستويد بروسيس، وادي الفورامين ده بنسميه ستايلو ماستويد فورامين اللي هو في الاذر سايد اهو موجود. ستايلو ماستويد فورامين بيعدي منه مين؟ الفيشيا نيرف، ده شيء مهم جدا. الفيشيا نيرف بيعدي من الستايلو ماستويد فورامين، وكمان معاه مين؟ ستايلويد برانش اوف ذا بوستيور اوريكولار ارتري، معاه شريان اسمه ستايلويد برانش اوف ذا بوستيرو اوريكولار ارتري، والبوستيرو اوريكولار ارتري دول طالع من الاكسترنال كاروتيد ارتري. ستايلويد بروسيس من ضمن الحاجات اللي قلناها قبل كده في النورما لاتراليز وبنقولها تاني في النورما بيزاليز اكسترنا. ادي الستايلويد بروسيس في مجموعه ستراكشرز طالعه منه، ثلاثه ماسلز واثنين ليجامنت. الثلاثه ماسلز ستايلوجلوسس ماسلز، النيرف سبلاي بتاعها الهايبوجلوسال نيرف، ستايلو هايويد ماسلز والنيرف سبلاي بتاعها الفيشيال نيرف، ستايلو فارينجياس ماسل النيرف سبلاي بتاعها جلوسو فارينجيال نيرف، وفي تو ليجامنت ستايلو مانديبولار ليجامنت اند ستايلو هايويد ليجامنت. لو بصينا خدنا الكاروتيد كانال لوحديها اهي، ادي الكاروتيد كانال، الكاروتيد كانال موجوده في الانفيرو سيرفيس اوف ذا بترستيبورال بون، واللي بيعدي من الكاروتيد كانال زي ما احنا شايفين كده اهو على طول الانترنال كاروتيد ارتري والايه كاروتيد سمباثيتك بليكسس. ثانك يو.